يقول قمت ببيع مادة لأجل إلى شخص، وهذه المادة سعرها متغير يوميا، وعند وجوب الوفاء قام بالتأخير لمدة 4 سنوات تقريبا، وكان سعر هذه المادة قد تضاعف، فما الحكم؟ ليس لك إلا قيمتها وقت البيع، ولا تأخذ زيادة. إن أخذت زيادة هذا ربا، هذا ربا الجاهلية، تأخذ الثمن الذي بعتها به قليلا كان أو كثيرا. نعم.